هيك مثل اليتامى. انا عندي مين يطلعكم من حالتكم. مرتي ام الزين اكثر شخص مزعج بالعالم واكثر شخص ما فيني استغني عنه. من وقت لو طلعت ما حكيت معها، هلا بحكي معها وبسمعكم على المكبر، واذا كنتوا قبضيات خليكم مثل ما انتم بهي الحاله. اسمع. الو، مرحبا ام الزين. ابو الزين ما عم بصدق، اين طالعوك حبيبي؟ والله اليوم الصبح، شو اخبارك؟ اه يا ابو الزين، اه ايش بدي اقول لك وحياة الله ما عم بدوق الاكل. لو تشوف حالتي حالي يا ابو الزين، ضعفاني شي 20 كيلو. عم باكل بس فلافل مشان اتذكرك روحي. اوف، يعني هلا ما بتتذكريني الا بالفلافل؟ لا فيني خيو، فيني بس مشان ما يقولوا العالم بس فات جوزة على الحبس وبده ينشق بلشت تاكل وتتشقوان. المهم انت شو اخبارك بحلب؟ اه يا ابو زين، اه والله ماني مرتاحة، كل جيراني عم يعايروني فيك. امبارحة رحت عند سلسلة اختي وبلشت فيك طالع نازل نازل طالع، قلت لها ما بدي اوسخ بالحكي وانا ببيتي، قامت قالت لي هذا بيت ما بينحط في كلام عيب، بيت له حرمته. المهم ما خليت حرمة بعائلتها وما سبيتها، نزلت 7 جدود وخمس نينات على الارض. يحرق شيطانة يحرق شيطانة، قديش نزلت فيك يا ابو زين اشاعات بنت الحرام. لك الهي 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 الهي، من قلب حرة، كل واحد بيحكي عليك حرف يا ابو زين، تنزل قنبلة على حماته تشلها وتخليها عايشة. ايش هذا ابو زين؟ لا هذا تلفزيون. والله يا ابو زين فرحانك وما يطع، طلعتك بالسلامه. لكن خيو لكن انا ما بيأس وما بخلي الياس يطرق بابي. بعدين كنت بوسع انه رح تطلع، طبعا كنت واسع بعرف شو عندي. قلت يا بنت ليش ما تحلمي، حتى لو شو ما عملوا ما نازل في اسي، اتعلقي بقشه واللي حقق احلام سندريلا بالاخر صرمايه ما فيش ما قضيناها يا مزين، بس مشتاق لك، انا حبيت احكي معك. بحبك حبيبي بحبك. والله وانا بحبك. يلا بدك شي هلا ابو سروحه؟ كيف بدي اجي من حلب؟ يلا قريبا بحكي معك انا، بعد شوي بحاكيكي. ابو سروحه مع السلامه، مع السلامه روحي حبيبي عيوني. الله يسلمك. هادي ام الزين والله توفيقة يا أبو الزين، توفيقة.